تشيك شوفي ما في ابدا ما في شيء اختي عم بتفرج على التلفزيون انت وينك انا بالطريق صواش اجى على البيت لا لسه ما اجى ليش لانه تاخرت شوي ببيت شولي ما تركوني اطلع ليكي اذا اجى صواش لهي شوي ممكن بلا ما يقول وين هي لهالوقت المتاخر وشلون بدي لهي يعني قولي له بغرفتها قولي له نايمه دبري لك شي حجه اختي بكذب عليه يعني تشيك غطي علي مشاني بعمل اللي بيطلع بايدي الهام روحي نامي اذا بدك تاخر الوقت مدري شو صاير لي ظهري صاير مي من العرق هاد من الانفعال من خوفي لأغلط شي غلطة صواش شو أخبارك تشيك؟ أهلا وسهلا أهلين فيك أمي راحت على وان ما؟ وين أختي؟ نامت بكير هي الليلة قال راسها عم يجع شوي لا تكون مريضة لشوفها لا مو مريضة ما فيها شي بس راسها عم يجع تركت نام شكلك تعبان كتير شو كان عندك شغل كتير اليوم؟ تعبت اليوم كتير يلا عود ارتاح شوي أنا رح أحضر لك الأكل يسلم وماني جوعان بس عملت رز طيب كتير باران أكل صحنين وبعرفك بتحب الرز ما هيك؟ وليش عملتي انتي؟ لا يكون عم بيخلوك تشتغل لا يا روحي ما حدا بيخليني مد ايدي على شغلة أنا هيك بدي بحب أعمل الأكل يلا عود وفي لبن بخيار ما بتحبه؟ عن جد شبعان تشيك لا تزعلي رح أكل شوي بس لا تكتري لي ماشي شوف إذا رح يعجبك كل حبة بحبتها كتير طيبين يسلموا يديكي صحة وهنا يسلموا ايديك بس ما اكلت شي بالاساس ماني جوعان اكلت مشانك سواش اذا بتريد استنى شوي شوفي بدي احكي معك بشغلة ايه عم بسمعك وين تاخرتي لهلا ما تركتني شغلة اجي شو صاير في مشكلة بتعرف كليتي قربت تخلص لازم اعمل استاج يعني يمكن ماما شهنور ما تقبل بس أنا عم دور على مدرسة مناسبة ممكن نحكي بالموضوع بعدين؟ هلأ تعبان كتير وبدي نام ماشي لا تآخذني عم تعبك كتير بطلباتي شو اللي صار هلأ؟ لا تزعلي هيك فورا لا ما زعلت لا تشغلي بالك أنا رح أدعمك بشو ما بدك أنا قلتلك من قبل أنتي لاقي المدرسة المناسبة وبعدين بنحكي ماشي بس ما بدنا زعل يلا تصبحي على خير وانت بخير
معنا؟ فيني فوت؟ اي طبعا. راسك عم بيجعك، عليك العافية. الله يعافيك، اخذت حبة هلا بتحسن. مرتفع حرارتك شي؟ لا لا منيحة. بس ما كان يجعك راسك؟ ماما راحت على وان. بعرف. يمكن راحت لحتى تجيب مصطفى، ما فيها تبعد عن ابنها حبيبة. ما كتر الدلال تبعها عملت الولد أزهر. نشوف آخر شو رح يصير. الله يحمينا. إمتى قالت رح تجي؟ ما بعرف، خليها تعود شوي بتغير جو. يلا تصبح على خير. وأنت من أهله؟